كبير من السواح البحرينيين والتجار البحرينيين اللي فتحوا أيضا أعمال خاصة فيهم في البوسنة والهرسك، وأيضا فتحوا يعني شركات تطوير عقاري هناك. جيد أن يكون عندنا هذا النوع من التواصل وهذا النوع من الاتفاقيات. أعتقد أن اليوم التوجه يجب أن يكون أن مطار البحرين الدولي يحتاج إلى هذا النوع من الحراك وهذا النوع من الاتفاقيات وتفعيله. كثير من الاتفاقيات المتبادلة بيننا وبين دول عديدة في العالم أقريناها في هذا المجلس والمجلس السابق أيضا والمجال السابقة، لكن تفعيلها على الأرض يحتاج إلى يعني مباشرة التفعيل بشكل حقيقي، لأن لا يكفي أن تكون لدينا اتفاقيات مع دول لكن لا يوجد ترويج للبحرين أو لمطار البحرين أو لشركات الناقل الوطنية لهذه الدول. اليوم مطار البحرين يحتاج إلى تفعيل. أنا البارحة معالي الرئيس كنت في مطار البحرين، كان يعني تقريبا فاضي على الساعة 12 بالليل. سافرت يعني؟ أنا كنت بسافر إن شاء الله بس ما حصل طيارة. إنزين، فللأسف يعني مطار البحرين يعني كان فاضي البارحة بصراحة، وكل الليالي يعني الرحلات الليلية تحديدا متوقفة تقريبا، وهذا يدل على أن هذا المطار الجميل اللي يعني تعبت عليه الدولة والبحرين لا يمكن أن يكون خالي إلى الأبد. يعني تفعيل شركات طيران من البوسنة والهرسك ودول أخرى في المنطقة يحتاج إلى إعادة نظر. طيران الخليج الناقل الرسمي للبحرين أعتقد يحتاج أيضا أن يعمل شراكات مع هذه الدول، مع البوسنة والهرسك وغيرهم الدول اللي يعني فيها حركة نشاط تجاري وسياحي. اليوم احنا في حاجة الى التركيز ان هذا نوع من الاتفاقيات يخدم الحركة السياحية بالدرجة الاساس، ويخدم ايضا مطار البحرين كواجهة حضارية للبحرين. كما يؤكد ايضا هذا النوع من الاتفاقيات يجب ان نستفيد منه لانفتاح الاسواق جديدة تخلق فرص ايضا لشركة الناقلة الوطنية في البحرين غلفير طيران خليج للانتقال لهذه العواصم ومنها واليها.